السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نبات الجزر. بتضم العائلة الخيمية أبيسي العديد من الأجناس، ومن أهم تلك الأجناس هي جنس الأنيثم بيتبعه الشبت، والفينوكيلون بيتبعه الشمر الحلو أو الفينوكيا، الداكس بيتبعه نبات الجزر اللي هنتكلم عليه النهاردة، بتروسيلينم بيتبعه البقدونس، الباستيناكا بيتبعه الجزر الأبيض، الكورياندرم بيتبعه الكزبرة، والإيبيوم بيتبعه الكرفس. بتنتشر نباتات العائلة الخيمية في الكثير من المناطق المعتدلة وتحت الاستوائية، ولا تنمو في المناطق الاستوائية إلا على قمم الجبال. بتمتاز نباتاتها إن هي إما حولية أو ذات حولين طبيعة نموها، وبنجد إن الأوراق بتكون متبادلة على النبات. بتعطي النباتات اللي بتتبع العائلة الخيمية نورات من النوع اللي هي خيمي، ولذلك اشتق منها اسم العائلة. الثمرة بتاعتنا بنجد إن هي النباتات بتعطي ثمار منشقة جافة من النوع الشيزوكار، بتعطي ثميرتين ميريكاربس. بيوجد على سطحها خطوط بارزة طولية بينها فواصل بتحتوي على قنوات، القنوات دي بيكون بيها الزيوت العطرية والطيارة. الصور هنا بتوضح لي الشكل الثمرة بتاعت اللي هي الشيزوكارب، ولما بتنفصل بتنشق إلى ثميرتين وشكلها واضح، وبنجد برضو إن الخطوط البارزة الطولية بتبقى موجودة، اللي ما بينها بيبقى القنوات اللي بتحتوي على الزيوت العطرية. الاسم العلمي لنبات الجزر هو الداكس كاروتا، بالإنجليزي اسمه كاروت. بيعتبر نبات الجزر من أهم محاصيل الخضر اللي بتتبع العائلة الخيمية، وبيزرع الجزر من أجل استهلاك الجذور اللحمية بتاعته. بيعتبر الموطن الأصلي لنبات الجزر هو أوروبا والجنوب الغربي لقارة آسيا وشمال أفريقيا. بنجد إن نبات الجزر هو من محاصيل الخضر الجزرية اللي ليه أهمية اقتصادية وغذائية. نجد إن طبيعة نموه هو بيكون نبات عشبي ذو حولين، وأحيانا بيكون حوله بيتوقف ذلك على حسب الصنف والظروف البيئية السائدة. وعموما بيستكمل النبات نموه الخضري، وبيكون المجموع الخضري بتاعه في موسم النمو الأول، ثم بيتوجه النبات للإزهار في موسم النمو الثاني. بيزرع نبات الجزر من أجل استهلاك الجذر اللحمي المتضخم بتاعه، والجذر اللحمي ده بيتكون من السواق الجنينية السفلى الهايبوكوتيل والجزء العلوي المتضخم من الجذر، وبيستعمل الجذر ده يا إما طازجًا ومطهيًا وفي عمل الحساء والمخللات والمربات. نجد إن نبات الجزر له قيمة غذائية عالية، فبوجه عام بيعتبر من المحاصيل الخضر الغنية بفيتامين ألف والثيامين والريبوفلافين وفيتامين سي والسكريات، وبه نسبة متوسطة من الموارد الكربوهيدراتية والكالسيوم. بنجد إن ساق نبات الجزر بتكون قصيرة في موسم النمو الأول، وبتحمل مجموعة من الأوراق المتزعة. بتستطيل هذه الساق في موسم النمو الثاني، وبتتفرع حاملة النورات الزهرية. أما بالنسبة لورقة نبات الجزر، فنجد إن هي ورقة مركبة ريشية متضاعفة، بتتكون كل منها من 2 لـ3 وريقات ووريقة طرفية، والوريقات شديدة التفصيص. ونجد إن الأزهار بتاعتنا بتكون خنثى، والتلقيح خلط بالحشرات. الصورة دي بتوضح شكل ورقة نبات الجزر، لاحظ التفصيص الغائر اللي بيبقى موجود في الوريقات. بالنسبة لإزهار نباتات الجزر، بنجد إن النبات بيحمل نورة رئيسية واحدة تسمى بالبرايمري أمبل في قمة الساق الرئيسي، كما يحمل عدد من نورات الرتبة الثانية secondary order أمبلز توجد كل منها في نهاية أحد الأفرع الرئيسية، ومن ثم قد يحمل النبات نورات من الرتبة الثالثة والرابعة في نهايات الأفرع الثانوية. وفي رسم توضيحي بيبين شكل النورات وخروجها والرتب بتاعتها. زي ما قلنا قبل كده إن الأزهار بتاعتنا بتكون أزهار خنثى، بنجد إن هي بيكون لونها أبيض مائل للأخضر أو البنفسجي، بيتكون كل منها من محيط الكأس من 5 سبلات والتوج من 5 بتلات، والطلع بتاعنا بيتكون من 5 أسداب. وبيتكون المتاع من مبيض سفلي بيه حجرتان يتكون منهما بذرة واحدة. بنجد إن التلقيح السائد في نباتات الجزر هو بيكون تلقيح خلطي بالحشرات، وذلك لأن الأزهار مبكرة الطلع بروتاندرز.
وعموما يمر نبات الجزر بثلاث مراحل من زراعة البذرة حتى يتكون الجذر الاقتصادي بتاعنا. نجد إن النبات بيمر بالمرحلة الأولى بتسمى بمرحلة الحداثة أو الجوفينيلتي ستيج، وبتستغرق هذه المرحلة حوالي 6 أسابيع. بيتكون فيها الجذور والأوراق، وبيسود فيها استنفاذ المواد الكربوهيدراتية في تكوين هذه الأوراق والجذور. أما المرحلة الثانية أو المرحلة الوسطية فبتتميز بزيادة سمك السوائق الجنينية السفلى والجزء العلوي من الجذر، وطبعا دول الجزئين السوائق الجنينية السفلى والجزء العلوي من الجذر هم دول اللي بيكونوا الجذر الصالح للتسويق أو الاستهلاك بتاعنا. وبيتكون الجذور الجانبية والأوراق، وهي مرحلة وسطية بيتوزع فيها استنفاذ المواد الكربوهيدراتية بين زيادة سمك السوائق الجنينية السفلى والجزء العلوي من الجذر، وبين تكوين أوراق جديدة للنبات. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة بيقوم النبات بيها بنقل المواد الغذائية المتكونة في الأوراق إلى الجذر، أي يسود تخزين المواد الغذائية في الجذر اللحمي عن تكوين الجذور الجانبية والأوراق للنبات. بالنسبة للصورة هنا، الصورة دي بتوضح مراحل التطور بتاع نمو نبات الجذر منذ زراعة البذرة وحتى النضج بتاع الجذور بتاعته. نجد إن المرحلة الأولى اللي هي تسمى بمرحلة الحداثة زي ما احنا قلنا، اللي هي بتاخد حوالي 6 أسابيع، اللي هم حوالي 45 يوم الأولانيين، بيتميز إن النبات بتاعنا بيكون الأوراق والجذر بتاعك اللي موجود تحت سطح التربة. بالنسبة للمرحلة الوسطية اللي هي بتبتدي يزداد السمك بتاع السوائق الجنينية السفلى والجزء العلوي من الجذر مع بالتزامن يعني مع خروج أوراق جديدة فوق سطح التربة. المرحلة الثالثة بيبتدي بقى التخزين في الجذر الاقتصادي بتاعنا أو المحصول بتاعنا، وبيزداد سمكه بزيادة طبعا على حساب تكوين أوراق جديدة، ده اللي هو بعد 75 يوم، وده طبعا بتختلف في مرحلة الحصاد على حسب الصنف زي ما احنا هنقول كمان شوية. لو تم عمل قطاع عرضي في جذر الجزر هنجد إن هو بيتكون من طبقات، لو وصفناها من الخارج للداخل بتتكون طبقة خارجية من البريديرم يليها فلين رقيق، يليها طبقة سميكة نسبيا من اللحاء الثانوي وتسمى باللحم أو القلب الخارجي الأوتر كور، تحتوي على نسبة عالية من السكريات. ثم يلي الطبقة اللي هو اللحم الخارجي أو القلب الخارجي، يليها من الداخل القلب الداخلي أو البيت أو الإنكور، ويتكون من الخشب. وعموما يتكون الجذر اللحمي من طبقتين رئيسيتين، هما اللحم اللي هو القلب الخارجي والجزء المركزي اللي هو القلب الداخلي، وكلما كان القلب الداخلي صغير في الحجم كلما كان ذلك أفضل، لأنه طبعا زي ما احنا قلنا إن القلب الداخلي أو البيت ده هو اللي بيبقى فيه الأنسجة بتاعة الخشب، وبتبقى طبعا كلما بيزداد القطر بتاع الطبقة دي بتزداد بيها نسبة الألياف، نتيجة إن الأنسجة دي بتبقى أنسجة أوعية خشب. وطبعا دي ما بتبقاش صفة جيدة عند زيادة نسبة الألياف اللي موجودة في الجذر بتاعنا. في الصور هنا طبعا بيوضح لو عملنا قطاع عرضي وقطاع طولي في جذر نبات الجزر، بيوضح الطبقات اللي احنا قلنا عليها في الصورتين اللي جايين. بيختلف أصناف الجزر على حسب عدة مواصفات. أول صفة إحنا بنقسم عليها نباتات الجزر اللي هي الطول، فنجد إن الجذر الطويل بتاع نبات الجزر بيبلغ طوله 4 أمثال قطره عند الأكتاف، أما بالنسبة للأصناف القصيرة اللي بيقل طولها عن 4 أمثال القطر عند الأكتاف. بتختلف أصناف الجزر على حسب شكل الجذر اللي بيتكون، فنجد إن في صنف اللي هو النانتس ده بيكون الجذر بتاعك شكله أسطواني ذو نهاية مستديرة. في أصناف تانية زي الصنف اللي هو الشانتيناي والشانتيناي ريد كور والدانفرز، بنجد إن الجذر بتاعك بيستطيق تدريجيا إلى نهاية مستديرة وعريضة. في صنف تاني اسمه الإمبراطور، ده بنجد إن الجذر بتاعك بيبقى رفيع وبيستطيق إلى نهاية مدببة. كما يوجد برضو في أصناف تانية بتبقى قلبية وكروية الشكل، والصور التالية بتوضح الاختلاف ما بين شكل جذور نباتات الجزر. كما نجد إن أصناف الجزر بتختلف على حسب اللون، فمعظمها بيكون طبعا لونها برتقاني،
وفي حاجات تانية بتبقى أصناف برتقالي مائل للقرمزي، وفي أصناف برتقالي مائل للأحمر، وفي أصناف بتكون صفر. ومن أهم الأصناف المنتشرة زراعتها في مصر رقم واحد اللي هو الصنف البلدي. بنجد إن الجذور بتاعتنا بتكون غير متجانسة وغير منتظمة الشكل، ولونها بيبقى أصفر أو برتقالي محمر أو أحمر قرمزي، والقلب الداخلي للجذر بيكون كبير ومتخشب، ودي طبعا صفة جودة سيئة. بالنسبة للصنف الثاني هو الصنف شانتيناي، الجذور بتاعتك بتبقى قصيرة مخروطية الشكل مستدقة غير مدببة، ولون الجذر بيبقى برتقالي، ولون القلب الداخلي بيكون أفتح قليلا من اللون الخارجي اللي هو القلب الخارجي. يوجد منه صنف محسن هو الشانتيناي ريد كور، وده بيمتاز بأن القلب الداخلي بتاعه بيكون برتقالي داكن، وهذا الصنف انتشرت زراعته في مصر. أما الصنف الثالث هو الصنف نانتس، ونجد إن الجذور بتاعته بتكون أسطوانية ذات نهاية مستديرة، ولونها بيكون برتقالي قاتم، ونجد إن القلب الداخلي بيبقى صغير في الحجم، ويعاب عليها ضعف النمو الخضري. أما بالنسبة للون الجذور، فنجد إن اللون بيرجع إلى وجود بعض الصبغات المسؤولة عن اللون، زي البيتا كاروتين والألفا كاروتين للون البرتقاني، واللايكوبين للون الأحمر، والأنثوسيانين للون الأرجواني، والثانسوفيل للون الأصفر. كما يتحكم في صفة اللون عوامل وراثية، ولكن نجد إن ظروف البيئة بتؤثر برضو على الجودة وكثافة اللون. يوجد صبغات أخرى كثيرة إلا إن تركيزاتها بتكون قليلة، ما بتأثرش على لون الجذور. بالنسبة للظروف الجوية المناسبة لنمو نباتات الجزر، نجد إن نبات الجزر من محاصيل الخضر الشتوية، بتأثر درجة الحرارة أثناء موسم النمو أكتر من العوامل البيئية الأخرى. فنجد إن درجة الحرارة الملائمة للإنبات بتاع البذور بيناسبها درجة حرارة بتتراوح من 20 لـ25 درجة مئوية. نجد إن الدرجة المثلى للمرحلة الأولى اللي هي مرحلة جوفينيلتي أو الحداثة لنمو نباتات الجزر بيلائمها درجة حرارة مرتفعة نسبيا حوالي من 18 لـ29 درجة مئوية. أما بالنسبة لدرجة الحرارة المثلى لمرحلة النمو الأخيرة، بنجد إن بيلائمها درجات حرارة تتراوح من 15 لـ21 درجة مئوية، وتحت الظروف الحرارية المثلى بينتج النبات محصول مرتفع وذات جودة عالية. كما نجد إن ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة عن الظروف المثلى بيؤدي إلى نقص المحصول وانخفاض جودة الجذور المتكونة. كما ذكرنا إن المرحلة الأخيرة من نمو نباتات الجزر بيلائمها درجة حرارة بتتراوح حوالي من 15 لـ21 درجة مئوية. نفس الحرارة دي برضو والرينج ده هو اللي بيلائم تكوين لون داكن من اللون البرتقالي. نجد إن ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها عن الحد الأمثل ده أو الرينج المدى بتاع درجات الحرارة اللي هو من 15 لـ21 بيؤدي إلى رضاءة وسوء في التكوين والتلوين بتاع الصبغات اللي موجودة في الجذر، فبنجد إن اللون بيكون رديء وباهت. فنجد إن درجة الحرارة لو ارتفعت عن 21 وصلت لغاية 27 بيكون اللون رديء، ولو انخفضت عن 15 وصلت ل10 برضه بيكون اللون رديء. يؤدي ارتفاع درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية أثناء مراحل النمو الأولى إلى نقص نمو النبات، وبالتالي انخفاض المحصول الناتج، بينما يؤدي ارتفاع درجة الحرارة عن 21 درجة مئوية أثناء مراحل تكوين الجذور اللحمية إلى نقص المحصول وانخفاض جودة الجذور، حيث بتتكون الجذور تكون قصيرة سميكة باهتة اللون، كثيرة الألياف خشنة الملمس قليلة العصيرية، وبتكون برضو قليلة السكريات وذات رائحة قوية وطعم غير مقبول. نجد إن نباتات الجزر بتتحمل انخفاض درجات الحرارة وحتى الصفر المئوي، وبنجد إن انخفاض درجات الحرارة في مراحل النمو الأولى اللي هي مرحلة الجوفينيلتي دي أو الحداثة، لما بتنخفض درجات الحرارة عن 18 مئوية بيؤدي ذلك إلى نقص نمو النباتات، وبالتالي نقص المحصول كمحصلة نهائية. وبيؤدي نقص درجة الحرارة عن 15 مئوية في مرحلة تكوين الجذور اللي هي المرحلة الأخيرة إلى انخفاض المحصول ورضاءة جودة الجذور، حيث بتتكون الجذور طويلة رفيعة باهتة اللون. وفي حالة إذا ما تعرضت نباتات الجزر لانخفاض درجات حرارة تتراوح من 4 لـ10 درجة مئوي ولو لمدة أسبوعين بعد انتهاء من مرحلة النمو الأولى اللي هي مرحلة الحداثة، ثم ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، يؤدي ذلك إلى توجه النباتات إلى عملية الإزهار، ودي اللي هي فيما يعرف بالإزهار المبكر، لأن ممكن النباتات إن هي تزهر قبل إن هي تكون المحصول الجذري بتاعها.
وبتختلف الأصناف عن بعضها في مدى التعرض لدرجة الحرارة المنخفضة اللازمة للإزهار، يعني الاحتياجات البرودية ما بين الأصناف وما بين بعضها بتختلف فيما بين. فنجد إن أصناف الجزر الأنجمية احتياجاتها البرودية عشان يحصل لها عملية الارتباع دي إن هي تتوجه للإزهار بتكون طبعا الاحتياجات دي كبيرة، أو عدد الساعات بتاعة البرودة دي بتكون كبيرة مقارنة بالأصناف المحلية. أما الصنف البلدي زي ما احنا قلنا فبيتهيأ للإزهار عند تعرضه لأقل فترة من البرودة ثم يزهر عند حلول الجو الدافئ. أما بالنسبة لمواعيد الزراعة لنباتات الجزر، بنجد إن الأصناف البلدية ممكن إن هي تزرع من منتصف شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر، بينما الأصناف الأجنبية بتمتد من زراعتها من نصف أغسطس حتى فبراير، ويمكن أن تزرع حتى أبريل في المناطق الساحلية. والتأخير في زراعة الصنف البلدي عن أكتوبر يؤدي إلى تعريض النباتات دي إلى درجة الحرارة المنخفضة فبتتهيأ للإزهار. أما الأصناف الأجنبية فلا تتهيأ للإزهار لعدم كفاية البرودة تحت الظروف المصرية، عشان كده بنلاقي إن ميعاد الزراعة بتاعها بيبقى ممتد حتى في إيه في الأشهر الباردة بتاعتنا من بعد شهر أكتوبر لغاية شهر 2 مقارنة بالصنف البلدي. يمكن لنباتات الجزر أن تنمو في جميع أنواع الأراضي طالما إنها خصبة مفككة وجيدة الصرف، وطبعا تكون خالية من الأملاح والمسببات المرضية والنماتودة، وخالية طبعا من الأحجار علشان ما تبقاش حائل للنمو بتاع الجذر في تعمقه في التربة. وبتجود زراعته في الأراضي الصفراء الخفيفة أو المتوسطة أو الصقلية زي ما قلنا، أو الأراضي العضوية. يمكن الزراعة في الأراضي الصفراء الخفيفة أو الرملية عند الرغبة في إنتاج محصول مبكر، ويفضل الزراعة في الأراضي الصفراء الثقيلة إذا لم تكن هناك رغبة في الإنتاج المبكر لأنها بتعطي محصول أكبر. يؤثر قوام التربة وتفككها على شكل نمو الجذور بتاعة نبات الجزر، فنجد إن الأراضي الطينية الثقيلة بتؤدي إلى تكوين جذور قصيرة مخروطية مشوهة الشكل وخشنة المنبت، كما قد تتفرع الجذور إذا وجدت في التربة ما يعيق نموها من أحجار زي ما قلنا أو بقايا سماد عضو غير متحلل. وأنسب درجة أو رقم حموضة هو 5 و6. طب ايه قصة البقايا السماد العضو الغير متحلل ده؟ في حالة ان احنا حطيت اضافة من الاسمدة من اسمدة عضوية غير متحللة هتعمل زي هتحرق القمة بتاعة النمو بتاعة الجذر، القمة المرسمية بتاعته، فبتؤدي ذلك الى ايه؟ الى ان هو يفرع، فيديك جذر مش على بعضه كده، يبقى يديني جذر مفرع. بيتكاثر نباتات الجزر عن طريق زراعة البذور، فيتم زراعة البذور دي في الأرض المستديمة مباشرة، بالرغم إن هو ممكن إن هي تزرع في المشتل ويتم شتلها، لأن ده ما بيتمش لأسباب اقتصادية طبعا كتكلفة عملية شتل وصواني وبيئة للزراعة وما إلى ذلك. بالنسبة لكمية التآول المستخدمة لزراعة الجزر، بنجد إن هي بتتراوح من 1.5 لـ5 كيلو جرام من البذور لزراعة فدان واحد من الجزر، وتختلف تلك الكمية طبعا على حسب موعد الزراعة وطريقة الزراعة والصنف المستخدم ونوع التربة. نجد إن نسبة إنبات البذور بتكون منخفضة عادة ويجب ألا تقل عن 55%. لو تتذكروا إن إحنا قلنا إن الإزهار بتاع نباتات الجزر بتطلع الأول نورة خيمية البرايمر اللي هي الابتدائية بتاعتنا، وبعد كده على الأفرع الجانبية بتشيل اللي هي الرتبة السكندري اللي هي الثانوية، وبعد كده بتشيل الرتبة الثالثة والرابعة. منتج التقاوي بتاع الجزر لما بيجي يجمع البذور بتاعته أو الثمار عشان ياخد منها البذور بيجي يجمعها كلها مرة واحدة، ما بيجيش ينزل عمال تشيل النورة الرتبة الأولى وبعد كده تشيل النورة الرتبة الثانية، لأ بيجي يجمع المحصول بتاعه مرة واحدة. فطبعا النورة الأساسية أو الرتب الأولى اللي بتبقى طالعة مسبقا بتتكون فيها البذور والأجنة بتتكون كويس جوه البذور، فبتزداد بيها نسبة الإنبات. طيب النورات اللي طالعة بقى في الرتبة الثالثة والرابعة وما بعد ذلك بتنخفض فيها طبعا نسبة الإنبات، لأن ممكن البذور بتاعتك ما تبقاش نضجت أو ما تبقاش الأجنة فيها اتكونت. لما بيجي منتج التقاوي ويحصد الكمية دي كلها، الرتب الأولى اللي طالعة والرتب التانية اللي طالعة واللي بعديها كمان، فبتلاقي إن نسبة الإنبات فيها بتقل عامة للوت كله بتاع البذور اللي انت واخده. وعموما فيجب ألا تقل نسبة الإنبات للتقاوي المستخدمة عن 55%. كما نجد إن الأصناف الأجنبية بتحتاج ممكن من 1.5 لـ2 كيلو جرام بذرة عند الزراعة في الوقت المناسب، بينما تزداد هذه الكمية بتوصل لـ4 كيلو جرام مثلا مع ارتفاع درجات الحرارة، بينما الصنف البلدي بيحتاج كمية أكبر قليلا اللي هي بتوصل لـ5 كيلو جرام. ويمكن إن احنا نرفع نسبة الإنبات بتاعة البذور إن احنا ننقع البذور دي في البولو إيثيلين جلايكول
كمعاملة لرفع وزيادة نسبة الإنبات. بالنسبة لإعداد الأرض للزراعة، بيتم الحرث بتاع التربة مرتين في اتجاهين متعامدين، وقبل الحرثة الثالثة اللي هي الأخيرة بيتم إضافة السماد البلدي وكمية من الأسمدة زي سوبر فوسفات الكالسيوم زي ما هنتكلم بعد كده في التسميد قبل الحرثة الأخيرة. بعد كده بيتم تقسيم الأرض إما إلى أحواض بأبعاد 2 متر في 2 متر أو 2 في 3، أو إنه بيتم تخطيط الأرض بمعدل 12 ل 14 خط في القصبتين، وبيتم الزراعة على هذه الخطوط. في حالة الزراعة في أحواض بيتم نثر البذور في الحوض، أو إن إحنا بنعمل عملية تسطير داخل الحوض نفسه، بحيث إن المسافة بين كل سطرين بتبقى حوالي 20 سم في حالة زراعة الصنف البلدي، وبتبقى المسافة أوسع شوية ما بين السطور حوالي من 25 ل 30 سم في حالة الأصناف الأجنبية. أما في حالة الزراعة على خطوط فبيتم زراعة البذور على جانبي الخط، ويتم تغطية البذور بطبقة رقيقة من يعني مش سميكة من التراب حوالي من 1.5 سم ل 2 سم، ثم بيتم الري للأرض. كما يمكن إن هو يستخدم الآلات الحديثة لزراعة البذور كزراعة آلية، طبعا دي بتبقى المسافات دقيقة بالظبط، مش ما فيهاش عامل يدوي أو العامل يعني بيزرع بإيده، وقد تستخدم بذور الجزر المغلفة لزيادة الدقة في المسافة المطلوبة. بالنسبة لعملية الري، بعد الزراعة يفضل إن يكون الري بتاعنا ري خفيف متكرر، وذلك لتسهيل خروج البذرات. زي ما قلنا إن البذور بتاعتنا بتكون صغيرة في الحجم، ولا يفضل أن يتم الزراعة العميقة، تبقى الطبقة التربة اللي مغطية البذور بتبقى طبقة رقيقة يعني، وذلك لتسهيل خروج البذرات. كما نجد إن الري الغزير قد يؤدي ويصيب النباتات أو البذرات المتكونة بأمراض زبون. وعموما يجب أن تتراوح نسبة الرطوبة اللي موجودة في التربة في المنطقة أو العمق بتاع طبقة انتشار الجذور اللي هي 30 ل 60 سم دول، إن هي تتراوح الساعة الحقلية بتاعتها لحوالي 60%، ما تقلش عن 60%. وعموما نجد إن عملية الري دي بتؤثر على جودة الجذور المتكونة، فنجد إن زيادة الري بتؤدي إلى نقص محتوى الجذور من الصبغات زي البيتا كاروتين، وبيصبح اللون بتاعنا باهت، كما تنخفض نسبة السكر بالجذور. بينما نقص الرطوبة بالتربة يؤدي إلى استطالة الجذور، وبتبقى رفيعة، الجذر المتكون بيبقى رفيع، وقلة وزنها ورداءة لونها وتصلبها وتخشبها وخشونة ملمسها، ويؤدي عدم الانتظام في الري إلى تشقق الجذور المتكونة وتشوه شكلها. بالنسبة لعملية التسميد، نجد إن نباتات الجزر من النباتات المجهدة للتربة، لذا بيتم تسميدها بكميات كبيرة من العناصر السمادية والغذائية، وكما يتم إضافة الأسمدة العضوية. ونجد إن إضافة الأسمدة العضوية غير المتحللة زي ما ذكرنا قبل كده بتؤدي إلى تفرع الجذور لاحتوائها على حمض اليوريك اللي بيسبب إتلاف للقمم النامية بتاعة الجذور، فبيؤدي إلى إيه؟ تفرع بتاع الجذر المتكون بتاعنا ده، فبنلاقي إن الجذر المتكون في الآخر بعد ما يتم التخزين بتاعه بيكون متفرع. وعموما بنجد ان نقص عنصر النيتروجين بيؤدي الى اصفرار الاوراق، طبعا ده ما بيبقاش بس بيقف على اصفرار الاوراق، بيقف كمان على انخفاض كفاءة عملية البناء الضوئي، وبالتالي الكربوهيدرات المتكونة، فبيضعف النبات عموما والمحصول كمحصلة نهائية. بينما نجد ان زيادة النيتروجين اكثر من اللازم بيؤدي الى توجه النباتات ان هي تكون مجموع خضري على حساب المجموع الجذري، فبنجد ان زيادة المجموع الخضري وقلة المجموع الجذري، وبيؤدي ذلك في الآخر إلى انخفاض نسبة السكر بالجذور وزيادة الرطوبة بها، مما يؤدي إلى تشققها. بينما التسميد الفسفوري، طبعا احنا عارفين إن من ضمن الفوائد بتاعة عنصر الفسفور بالنسبة للنبات إن هو بيكون لي المجموع الجذري، فنجد إن التسميد الفسفوري بيؤدي إلى زيادة وزن المجموع الجذري مقارنة أو نسبة إلى وزن المجموع الخضر، وزيادة نسبة السكر بالجذور. وكما نجد طبعا ان عنصر البوتاسيوم بيؤدي الى ايه، بيعمل ككارير لانتقال المواد الكربوهيدراتيه من المجموعه الخضري اماكن تخليقها الى اماكن التخزين اللي هي الجذور بتاعتنا. بالنسبه بقى لكميات الاسمده المضافه، بتتوقف طبعا كميه الاسمده على نوع التربه وخصوبتها، طبعا احنا المفروض نعمل تحليل التربه وبنعرف فيها نقص من عناصر ايه وفيها زياده من عناصر ايه. وعموما بيتم تسميد نباتات الجزر بالاسمده الاتيه، بيتم اضافه 20 ل 30 متر مكعب من السماد البلدي القديم المتحلل جيدا، ومن 200 ل 300 كيلو جرام سوبر فوسفات كالسيوم، و200 ل 300 كيلو جرام سلفات نشادر، و150 ل 200 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. كمية الأسمدة اللي احنا ذكرناها بيتم إضافتها جزء منها أثناء إعداد الأرض للزراعة، وبعد كده البيع على دفعات،
فنجد إن السماد البلدي اللي هو كان 20 لـ30 متر مكعب، وكمية السماد اللي هو السوبر فوسفات الكالسيوم بيتم إضافته أثناء إعداد الأرض للزراعة اللي هي قبل الحرث الأخير، بينما الأسمدة النيتروجينية والأسمدة البوتاسية بيتم إضافتها على 3 دفعات، منها دفعة بيتم إضافتها أثناء إعداد الأرض للزراعة، والدفعة التانية بتكون بعد شهر ونص من الزراعة اللي هي تقريبا بعد انتهاء مرحلة النمو الأولى اللي هي مرحلة الحداثة لنباتات الجزر، والدفعة التالتة بتكون بعد أسبوعين من الدفعة التانية. ويفضل في الأراضي الرملية إن إحنا نعمل عملية رش ورقي من 2 لـ3 مرات بالإضافة للتسميد الأرض، ده طبعا لإضافة العناصر الصغرى بالنسبة للرش الورقي لنباتات الجزر. بالنسبة لعملية الخف اللي قد تجرى على نباتات الجزر، بتتم عملية الخف على النباتات بعد شهر من الزراعة، أي عندما يكون طول النبات تقريبا حوالي من 5 لـ6 سنتي. بتقلع النباتات الزائدة بحيث تكون المسافة بين النبات والآخر حوالي 5 سنتي إذا كانت الزراعة في سطور، وحوالي 10 سنتي إذا كانت الزراعة نترة. والزراعة على مسافات أوسع من ذلك تؤدي إلى سرعة تشقق البذور، وفي حالة الرغبة في إنتاج البيبي كاروت اللي هو الجزر اللي بيبقى صغير في الحجم ده، فإنه يفضل تقليل المسافة بين النباتات عن ذلك. بالنسبة لعملية مقاومة الحشائش والعزيق، بنجد إن في مراحل النمو الأولى من حياة النبات بيكون النبات ضعيف وبطيء في النمو، فلا يستطيع منافسة الحشائش النامية معه، لذلك يفضل أن يكون العزيق جيد، ويجب أن يكون سطح كخربشة لسطح التربة لإزالة الحشائش. بالنسبة للنضج والحصاد، بنجد إن أصناف الجزر بتختلف عن بعضها في موعد النضج، فيوجد أصناف مبكرة وأصناف أخرى بتكون متأخرة، وعموما بتكون معظم الأصناف صالحة للتسويق بعد 3 شهور، وبتنضج بعض الأصناف في مدة لا تقل عن 5 شهور من الزراعة. وعموما تحصد معظم الأصناف للاستهلاك الطازج عندما يكون قطر الجذور عند الكتف حوالي من 2 لـ3 سنتي، إلا أن بعض المزارعين والمنتجين بيأخر الحصاد على أساس أن المحصول بتاعه والقطر بتاع الجذور بيبقى أكتر من 2-3 سنتي، وبالتالي هيؤدي إلى زيادة المحصول وزيادة محتوى الجذور من الكاروتين، إلا أن ذلك بيصاحبه زيادة كبيرة في حجم القلب الداخلي المتخشب، ودي طبعا صفة جودة سيئة ويصبح غير مرغوب للمستهلك، هذا فضلا عن زيادة نسبة التشقق التي قد تحدث بالجذور. بيتم الحصاد بتاع الجزر يدويا على دفعات، وذلك بتقليع النباتات الكبيرة اللي وصلت للقطر بتاع 2-3 سنتي بالنسبة للأكتاف، وتترك النباتات الصغيرة حتى تصبح صالحة للتسويق، ثم يكرر ذلك حتى يتم حصاد جميع النباتات اللي موجودة بالحقل. وقد تجرى عملية الحصاد باليد أو بأوتات حديدية أو بالمحرقة، كما توجد برضو آلات بتقوم بالحصاد الآلي وتقطيع العروش اللي هي النمو الخضرية وفصل الجذور عن العروش. بالنسبة لعمليات الإعداد بعد الحصاد، بيتم فرز الجذور في الحقل بعد الحصاد لاستبعاد الجذور غير المطابقة أو المصابة أو اللي فيها تشقق، وبتزال الأوراق الزابلة أو المصابة بالأمراض في حالة الرغبة في تصدير الجذر بعروشه أو بالورق الأخضر بتاعه، وقد تدرج الجذور إلى أحجام، ثم يتم غسيل الجذور بالماء لإزالة الطين أو الأتربة العالقة بها، ويمكن إجراء عملية التبريد المبدئي عند الرغبة في التصدير، ثم يتم التعبئة حسب المواصفات المطلوبة. في الصورة هنا بتوضح عملية الحصاد الآلي باستخدام الآلات. في الصورة هنا بتوضح الأداة اليدوية اللي ممكن هي تستخدم في تقليع نباتات الجزر. في الصورة هنا بيوضح عملية غسيل الجذور بتاعت نباتات الجزر للتخلص من الأتربة العالقة عليها. بالنسبة لعملية التخزين، وجد أنه يمكن تخزين جذور الجزر لمدة 4 لـ6 شهور، بشرط أن هي يتم تخزينها على درجة حرارة من 0 لـ1 درجة مئوية، ورطوبة جوية نسبية تتراوح من 90 لـ95%. الصورة هنا بتوضح طبعا دي بعد ما عملنا الفرز والتدريج والغسيل للجذور بتاعت نباتات الجزر، دي التعبئة، ودي ترى ان هو بيعبيها هنا في اكياس.